بنوا فيها أعظم وأعرق الحضارات، حضارة كانت البداية لنهضة أوروبا، شاهد لليوم على عظمة العرب ومجدهم المحفور بنص القارة الأوروبية. بس اللي يشوف عظمة قصور وحدائق الحمراء وقرطبة اليوم أكيد يتساءل شلون سقطت الأندلس؟ وليش تخلى عنها العرب بعد قرون من حكمها؟ إنزين، قبل لا نتكلم عن السقوط خلونا نتكلم عن الفتح. بعهد الخلافة الأموية واللي وصلت حدودها من دمشق للمغرب، تم تكليف القائد الشاب طارق بن زياد بفتح شبه الجزيرة الأيبرية، يعني البرتغال وإسبانيا. وبالفعل انتصر على الإسبان بمعركة جواد ليتي، وصارت الأندلس إمارة إسلامية تحت الحكم الأموي، وتحولت لأكثر مناطق العالم علماً وحضارة. استقطبت أشهر العلماء والشعراء والمفكرين، وصارت تنافس بغداد عاصمة العباسيين، والقسطنطينية عاصمة البيزنطينيين. بعد انهيار الدولة الأموية بدمشق ووصول عبد الرحمن الداخل للأندلس، قرر إعلانه وتحويله لبديل عن الدولة الأموية الدمشقية، وبالفعل أسس نظام حكم بالأندلس وساعد ببناء دولة قوية عادلة منصفة لكل السكان على اختلاف أديانهم وقومياتهم، عرب، أمازيغ، يهود، مسلمين، مسيحيين، كلهم عايشين بسلام وتعايش بإمارة كانت أشبه بالدولة المثالية، دولة العلم والثقافة والحضارة. بس بعد وفاة عبد الرحمن الداخل بسنوات تغيرت أحوال الأندلس، بدت الصراعات والمنافسات على كراسي الحكم، الشيء اللي سبب انهيار بالحكم الأموي. وبدت بعدها مرحلة ملوك الطوائف. انقسمت الأندلس الدولة الموحدة لأكثر من 21 إمارة بعد إعلان كل طائفة أو عائلة معروفة الاستقلال بمدينة أو حصن وإعلانها دولة مستقلة. وبدت مرحلة الدسائس والخيانات والمؤامرات، ودخلت الأندلس بحالة من الفوضى والمجاعات والحروب، وأكيد استغل الإسبان حالة الانقسام والفوضى، فبدأوا حروب الاسترداد وقدروا يسيطرون على طليطلة، أول مدينة سقطت بإيدهم. بعد سقوط طليلة واقتراب التهديد الإسباني، اضطر ملوك الطوائف طلب المساعدة من المرابطين ملوك المغرب علشان يحمون كراسيهم. وبالفعل دخل يوسف بن تاشفين الأندلس وهزم الإسبان بعدة معارك. وبالرغم من عدم قدرتهم على استعادة طليطلة، إلا أنهم أطالوا بعمر الأندلس ومنعوها من السقوط لمئات السنين. لكن أثناء انشغال المرابطين بحروب الأندلس، بدأت ثورة ضدهم بالمغرب، انتصرت عليهم وأسست لقيام دولة جديدة اسمها دولة الموحدين. الموحدين دخلوا الأندلس بدال المرابطين، ودخلوا بحروب طويلة مع الإسبان والقشتاليين، لكن بالنهاية انتصر عليهم الإسبان وانتهى حكمهم بالأندلس، لترجع فترة ملوك الطوائف مرة ثانية لين ما سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين. سلم أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة مفاتيح المدينة للملك القشتالي فرديناند بمعاهدة استسلام، طوت معاها صفحة أجمل الحضارات العربية والإسلامية عبر التاريخ. ويقال أن بعد بكاء أبو عبد الله على ضياع الأندلس، قالت لأم المقولة الشهيرة: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. وبس، شاركونا بالتعليقات عن آراءكم عن سقوط الأندلس، ونشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.